سي عبد الباقي قنعتي في الكلمه، وما عرفتش شنو تعليقك على المباراه ولا على مردود النادي الافريقي ولا حاجه واحده نحب نقولها سي عبد الباقي شخصيا وقت شنو انا مع حمدي المرزوق على طول، معناها كي نسمع في سيريزا وسي يوسف تقول كل يوم لعبت مع ريال مدريد، معناها فهمت؟ لا نحكيو على جوارات احنا نحكي على كيف يا ودي جوارات هذوما بيضهم، انت قلت بهين سي يوسف يمشي ويربحوا عينيه مغمضه ويروحوا يلعبوا فيه لا وقت اللي حمدي المرزوق قال يلزم يربحوا شد صحيح حمدي في يلزم لا ما قلناش لا احنا سي يوسف قلت له لا وكيفاش لا 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 احنا انا لا 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 بالجو بالامبيونس والله لا 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 احنا قلنا لا لا سامحني عارف لا لا هو اش قال؟ قال معنا فماش جوارات، قلت له الجوارات الموجود انا نشاط رضا سون دي جوار كونفيرمي وعندهم قيمتهم في تونس. في مقابله كيما هكا انا جواريتي في مقابله كيما هكا بالامبيونس باللي شنو باللي باش يكون تربح وتروح يا سي يوسف يعني انا شوف انا ماهيش مشكلتي امبيونس انا ما غير امبيونس نربح ونروح وغير ما يفطر ويبات جيعان ويربح ويروح. كاش قلت لك؟ نحكيو على استنى انت فاهم؟ انا كونفيرماسيون لكلامك سي عبد الباقي ولا وقت اللي نحضروا في المقابله دخلت حليت معناتها حطيت على جوجل كيبانجا هذايا الزنجبار صدقت والله نلقى ثلاثه أسرة مرتوبين عليه حتى اسم البريزيدون زنجبار معناتها لونترونور نتاعها عندهم البحر في مجال الابداع عندهم البحر عندهم الفنانه بيكي دودا فاطمه متبركه هي ماتت عمرها 103 سنين ماتت وهي تغني ولا صوت جميل جدا وفازت بوسام الفنون والرياضه في 2010 بخلافها هي ما عندهم حتى شيء لا عندهم البحر والسياحه لا لا نحكي لك البحر والسياحه باهي والتوريزم باهي بلاد مزيانه ما عندهم شكور كي يصير ما عندهم سواء فن او جو اللي يحب عليه صفاقس من نحطوا الكلوب افريكان لا تقارن بالفريق صحيح واعتقد انهم لاعبين النادي الافريقي سواء مستواهم به والا يكفي انهم ينتميوا للبلد فيه كرة قدم اللي هو تونس بس تونس انت كما الاهلي جات ربحت كما الاهلي جات ربحت باسمها انت النادي الافريقي 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني يوسف نمشي للاتحاد المنافسين عبد الباقي انت اعطيت مثال للهاندبول قلت هذا هاندبول باش جبت الواحد اما مع الزمالك يلعب سامحني عاد يلعب مع الزمالك لا 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 قلت انت الامبيونس ايه الموجوده والعلاقه اللي تربط اللاعبيه هي اللي جابت وعديت مساج للفوتبول كان جاب مع فريق توت الرياضيه بعنابه راني قلت لك انا ما نحكيش على الادفيرسير انا نحكي على ليكيب اخلق انت هالامبيونس هذيا اخلاقها في الكلوب وتشوف اش يصير هذوما مع احتراماتنا اليوم راه مش قاعد نستهزا بهم مع احتراماتنا اليوم بلد ما عندوش ثقافه مش عندي في الادفيرسير معناها الناس هذوما تهز 11 وتمشي تربحها متروحة مش عندي في الادفيرسير كان مشاو لي فيتيران تاع الكلوب كان مشاو عندي والله يا سي يوسف